يقول: أنا مدرس درس القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية وأتأثر بالقرآن، ثم بعد ذلك أغفل عن الآيات، فكيف أجمع بين الخوف والرجاء في جميع أوقاتي؟ نعم، الخوف والرجاء لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولا تأمن من مكر الله، خلك دائما بين هذا وهذا، ترجو رحمة الله وتخاف من عقابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.